الإمام الذهبي في يوم من الأيام، الإمام الذهبي متوفى سنة 748 بعد النبي ب 700 سنة وشوية، بيقول في يوم من الأيام وهو بيحكي قصة واحد اسمه عبيدة. عبيدة ده جه بعد النبي ب 50 سنة، فالصحابة بيقولوا له، لو ما شافش النبي شاف الصحابة، بيقولوا له أنت عارف إن إحنا عندنا شعرة؟ عارف لما واحد يكون حد عنده صورة لحد يبقى نفسه يشوفها، دي مش صورة النبي، بيقول لك شعرة. قالوا له يا عبيدة احنا عندنا شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فعبيدة ده اللي هو بعد النبي بخمسين سنة ما شافش النبي، قال انا لو عندي شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي من كل صفراء يعني ذهب، وبيضاء يعني فضة، على ظهر الارض وباطنها. الامام الذهبي في كتاب اسمه سير اعلام النبلاء بيعلق الذهبي بعد النبي بسبعمائة سنة، بيقول وهذا القول من عبيدة. اسمحوا لي أقرأ، لما قريته أنا جسمي أشعر، عايز أنقل لكم الشعور ده قبل ما أتكلم على أصحاب النبي اللي شافوه، عشان إحنا مش شفناهوش بس إحنا هنعيش أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا هو معيار كمال الحب للنبي، نفسي يبقى عندي شعرة من النبي أغلى علي من ذهب وفضة كل الأرض، اللي فوق الأرض واللي لسه ما اكتشفوهاش تحت الأرض. يقول وقال هذا القول بعد النبي بخمسين عام، فما الذي نقوله نحن الآن في هذا الوقت لو وجدنا شعرة من شعر النبي أو شسع نعلي، شسع نعلي كعب الجزمة، أو شسع نعليه صلى الله عليه وسلم، أو قلامة ظفره حتى أصصها من ظفره صلى الله عليه وآله وسلم، فلو أنفق الغني ماله ليحصل عليها أكنت تعده مبذرا أو مسرفا؟ لا والله، فابذل كل ما عندك في زورة مسجده صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عند حجرته والتلذذ بالنظر إلى أحده، جبل أحد، لأن رسول الله كان يحبه صلى الله عليه وسلم.